السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. ورجعت لكم أنا شيشكم بمقطع جديد. عنا ستحدي من تحديات الموسم الأسبوع الثالث. قبل التحدي يا شباب، لا تنسوا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعل الجرس كل جديد من تحديات أو جلتشات. وخلينا نبلش التحدي على طول. وعنا التحدي يا شباب بيحكي لك عد المركبة باستخدام الكاسحة. كل اللي عليك تروح تجيب كاسحة مثل ما أنا لسه أخذتها. بالنسبة لموقعها يا شباب، دورت كثير على المناطق نحكي اللي فيها خضار، ما لقيت. أكثر إشي لقيتها في المناطق الصحراوية، لقيتها في هالمنطقة من قريب من السينما الصخرية. في لقيت كمان واحدة كمان شوي راح أروح عليها أفرجيكم إن شاء الله تبين في المقطع هون. لقيت كمان في منطقة شونكر السريع، طريق شونكر السريع. فدور المنطقة الصحراوية تقريبا أكثر إشي احتمال كبير إنه يطلع لك. كويس إنك تدور عليها تستخدمها وتحطها فقط على سيارة واحدة وبتخلص هذا التحدي. التحدي هو جدا سهل، بس مشكلة في موقعها، موقعها مش ثابت، يعني حتى لو بدي احط لك على نفس الموقع اللي انا حاط عليه احتمال ما تطلع لك. تمام يا شباب؟ تمام. فهي شباب وضعك هيك يا شباب، كان هذا المقطع لليوم. لا تنسوا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس كل جديد من تحديات او جلتشات. فنشوفكم فيديو مقطع جديد. مع السلامة. بيس.